النيابات ديال وزاره التربيه الوطنيه، رغم ان هناك اتفاقيه للشراكه التربيه بين الجمعيه والمنظمه والمنظمات العفو الدولي في مجال التربيه على حقوق الانسان، نجد ان بعض النيابات اما قامت زعما كاين بعدها تاخير وتاجيل بسماح بانجاز هذا التكوين في المؤسسات التابعه لها، او ان البعض منها رفض وماطل ولا زال يماطل، كما هو الشان مثلا بالنسبه لنيابه الرباط التي لا تبعد كثيرا عن مقر وزاره التربيه الوطنيه ولا عن مقر الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. اذا في نظرنا ان مثل هذه السلوكات ومثل هذه الممارسات اذا ربطناها بممارسات وسلوكات اخرى ربما سنكشف عنها اثناء الاسئله التي ستطرحونها. الجمعيه بتفلت كان كيرعب واحد الوقفه احتجاجيه ديال السكان بصدد هذاك اللاحق ديال اتصالات المغرب اللي كيضروا من الناس، كيضروا منه الناس اللي عنده واحد التاثير على صحه المواطنين والمواطنات، هذوك المواطنين المعنيين بهذه الاضرار اللي تلحقهم من هذه اللاحقه ديال الهوائي ديال اتصالات المغرب، جاو اذا طبعا هو حضر باش يراعها ويشوف الى اي حد السلطات كتحترم الحق في التظاهر السلمي. فاذا به طبعا كتلف على تهمه ديال اهانه موظف وكيعطي واحد المده ديال الاعتقال، كيتحاكم وكيتعطي واحد المده ديال الاعتقال. هذه حاله اخر حاله اللي هي واضحه، وكذلك كاين تصيبوا في الجدول هنا ديال المعتقلين ديال الجمعيه تصيبوا واحد العدد ديال الحالات اللي هي شبيهه بالحاله ديال فؤاد بن البال، واللي الان تم استدعاء لاستنطاقه في ملف يتعلق بتضامنه مع ضحايا مافيا العقار بتيزنيت، بعد ان تم يعني قبل ذلك تهجم عليه بشكل شخصي وتم يعني استهدافه بالضرب والتعنيف من طرف السلطات في مدينة تيزنيت. الآن هو تم استنطاقه يعني من طرف السلطات في مدينة تيزنيت. هناك حالة كذلك ديال ثلاثة ديال نشطاء حركة 20 فبراير ونشطاء كذلك ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واللي كانوا في إطار متابعتهم ورصدهم للخروقات التي شملت إحدى ضحايا ديال إحدى الضحايا في مدينة الدار البيضاء، تمت تلفيق تهمة لهم وقضوا ما يقرب من شهر في السجن قبل تمتيعهم بالسراح المؤقت، والآن لا زالوا متابعين أمام القضاء بمدينة الدار البيضاء. الجمعية علاش مستهدفة؟ الجمعية لأنها واحد التجربة وواحد الرصيد اللي مستمر اكثر من 30 سنه واللي عندها حضور كبير على المستوى التنظيمي وطنيا 100 فرع وعندها فروع جهويه وطبعا عندها امتداد خارجي كذلك، عندها فروع في عدد من الدول الاوروبيه كذلك. اذا هذا الامتداد. اما المساله ديال حنا كنعطيو المعلومات التحرير دابا المعلومه ما بقاتش محتاجه شي حد يعطيها، ولا المعلومه كتبرك هي على فهمتيني الحاج جوجل وكيعطيك كل شيء، ما زعما ما يمكنش حاليا كدير فهمتيني اعتداء على المدافعين على حق الانسان كيخرج لك اللي بغيتي، زعما هذا الشيء ما مقبولش منطقيا عمليا حاليا. والتحرير كدار تعارير كل شيء كينشرها، كاين تعارير ديال المنظمات غير الحكوميه، كاين تعارير ديال الجهات الدبلوماسيه، كاين تعارير ديال منظمه الامم المتحده. اذا هذا الشيء هذا ولا كيبان لي الاساس في هذه الاعتداءات على الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان هو حنا ما عندناش احترام ديال حقوق الانسان بشكل صحيح في بلادنا.